حدثنا ابراهيم بن ابي العباس قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن ابيه عن عاصم بن عمر بن قتاده عن جدته رميثه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قرب منه لفعه يقول اهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى يريد سعد بن معاذ يوم توفي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال اخبرني ابي عن عاصم بن عمر بن قتادة الظفري عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله: